السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات مبادئ التوزيع الأوركسترالي أو الأوركستريشن، واللي بسجلها حصريا لقناة المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض التوزيع لعائلة النفخ النحاسية، وكنا مبارح اتكلمنا ان احنا هيبقى معانا ورقة نخليها كده كدليل لينا اللي احنا عملناها مبارح. لو نفتكر كتبنا فيها الاربع آلات الاساسية اللي قلنا هنشتغل بيها، اللي هي الترامبت والهورن الفرنش هورن والترومبون والتيوب او الطوبة ده البستوبة. وقلنا ان احنا هنتكلم على اربع مستويات من العازفين، سواء المبتدئ او المتوسط والمتقدم والمحترف. النهاردة هناخد عمل نقوم نوزعه للعائلة النحاسية، والعمل ده هو سوناتا في سلم دو ميجور للمؤلف موزارت، ونشوف هنبدأ ازاي نجهز الورقة بتاعتنا للتوزيع. مبدئيا دي الورقة، وقلنا احنا هناخد اربع آلات، عندنا اربع آلات اساسية، فهنعمل مبدئيا كده ان احنا ناخد بار خارجي كده يضم الاربع آلات دول مع بعض، وهنسيب انا البارت اللي معايا ده ادي 2 4 6 8 9، فهنسيب واحد في النص وناخد اخر اربعة برضو مع بعض كده اهو. ادي اربعة برت، يعني الورقة بتاعتنا دي نقدر نعمل فيها برت في جزئين منفصلين. ادي الورقة، نشوف بقى نحط المفاتيح. طبعا عندنا هنا والاختصارات الاول، عندنا المفاتيح نحطها، عندنا الترامبت وده مفتاحه مفتاح سول، وعندنا الفرنش هورن وبيقرا مفتاح سول، والفرنش هورن بيقرا اكتر من مفتاح، يعني ممكن ساعات بيوصل الى مفتاح دو تينور، وساعات بيقرا برضو فا احيانا يعني. وعندنا بعد كده الترومبون مفتاحه فا، والباستوبة مفتاحها فا. طيب بالنسبة للتناسب العددي، احنا هنعمل النهاردة عدد 2 ترامبت اللي قلنا اختصاره تي ار، وقلنا ان هو سي بيمول، يعني هو ترامبت سي بيمول. بالنسبة للهورن هناخد برضو 2، يبقى احنا عندنا 2 ترامبت و2 هورن، اوكي. وقلنا الهورن اختصاره HORN، وهو F فرنش هورن، F اللي هو بيقرأ 5 تم هبطة. بعد كده عندنا الترومبون اللي هو TB، وعندنا الطوبة اللي هي TUB، اوكي. طبعا الاختصارات دي التناسب العدد احنا حطيناه في الاول، يعني احنا عندنا 2 ترامبت 2 فرنش هورن، وايضا عندنا 2 ترومبون، وهناخد 1 توبة، يعني هناخد بس ايه بس توبة واحدة بس. هنبدأ طبعا نحط نفس الاختصارات دي تاني، يعني هنا بقى هنحط على طول الاختصار، ادي تي ار بعدين اتش او ار، ممكن يختصر في HOR بس اللي هو الهورن. وعندنا الترومبون ادي TB وده TUB. هل دول المفاتيح بتاعتنا. نيجي بقى للمقطوعة بتاعتنا اللي هي بتاعت موزارت، هي سوناتا من سلم دو ميجور زي ما انتم شايفين كده.
السوناتا من سلم دو ميجور، يبقى مفيش دليل، الأرماتورة بتاعتنا فاضية، الميزان بتاعنا 4/4 اللي هو حرف السي، السرعة بتاعتنا الليجرو، والنوار بتساوي 132 مترونوم. طيب المفروض ان انا لما اجي اوزع اكتب كل البيانات دي، يعني مبدئيا كده لازم نكتب اسم العمل بتاعنا اللي هو هنكتب سوناتا زي ما مكتوب بالظبط. المفروض نكتب سوناتا ان سي اللي هي دو، هي كوخل، الكوخل ده ترقيم اللي هو كي، ده كوخل اختصار كوخل 545 بتاعت دي، طبعا فور بيانو سولو. المفروض دي البيانو سولو، احنا دلوقتي هنشيل كلمه فور بيانو سولو لان هي مش للبيانو، احنا بقى دلوقتي هنحولها للنحاسيات. اوكي طيب، هي بتاعت وولفنج اختصاره دبليو، اماديوس او اماديوس اللي هو الاي، اوكي وولفنج اماديوس موزارت، وهنكتب موزارت زي ما هم كاتبينها موزارت. حلو، هم هنا كاتبين تاريخ الميلاد والوفاة، يعني يفضل برضو نحطه ادي 1-7-5-9 الى 1، يعني نحطها معلش في جنب 1-7-9-1. الراجل ده اصلا مات من عن عمر صغير يعني. طيب نرجع بقى هنا، احنا عندنا المقطوعة بتاعتنا الليجرو، يبقى هنحط هنا السرعة بتاعتنا مبدئيا الليجرو، الليجرو وهو محدد ان النوار بتساوي 132. اوكي ده مبدئيا كده. نيجي بقى نروح للدليل والميزان. الميزان عندنا 4/4 والدليل الارماتوره فاضيه، يبقى ده سلم دو ميجر، هي المقطوعه دي اصلا من سلم دو ميجر، هو محددها حتى فوق هو كاتب ان سي. هنبدا نقول ان الترامبت بتاعنا السي بيمول، بما انه سي بيمول قلنا علشان انا اسمع منه نغمه دو يبقى انا هكتبها له ري، اذا برضو نفس المنطق في السلالم، بما ان انا في سلم دو ميجور يبقى الترامبت بتاعي هيقرا او هنكتب له في سلم ري ميجور. سلم ري ميجور عندنا اللي هو دليله فا ديز و دو ديز، ده فيما يخص الترامبت، يبقى الترامبت هيكتب او يقرا من سلم ري ميجور عشان يسمعني سلم دو ميجور. نيجي بقى للفرنش هورن، هو فرنش هورن في حرف اف اللي هو بيقرا نغمة فا، كورنو فا يعني او هورن فا، فمعنى كده ان هو هيقرا 5 تم هبطة، يبقى انا لما احب اسمع منه نغمة دو اطلع انا 5 تم فوق، يبقى هكتب له في سلم سول الكبير، يبقى هكتب له في سلم ايه؟ سول الكبير. سلم سول الكبير اللي هو دليله عندنا فا ديز، يبقى عندنا الترامب سي بمول دليله هيبقى فا ديز دو ديز، الفرنش هورن هيبقى دليله فا ديز فقط، لكن الترومبون والباس توبا هيكون دليلهم الارماتوره بتاعتهم فاضيه. نيجي للخطوه اللي بعد كده، ان الميزان بتاعي اللي هو بيختصروه بحرف سي اللي هو يعادل 4/4. احنا كده حطينا البيانات الخاصه بالمقطوعه كبدايه، لسه بقى ما اشتغلناش احنا كتوزيع. نيجي نشوف اول جزء اللحن الاولاني ده، الراجل بيقول دو مي سول سي دو ري دو، ادي الفريز ده او السكشن ده، الجمله دي الجمله اللحنيه يعني، بدأ هنا دو مي سول بالاربيج ده. المنطقه دي هيبقى حلو قوي لو قالها الترامبت عندنا مثلا او الكورنو، ما فيش مشكله يعني الهورن برضو ممكن يقول معانا. هنلاحظ بس حاجه مهمه جدا، ان المصاحبه بتاعتنا في مفتاح سول، نعم هو مفتاح فا في الاول، بس هو عامل بدايه المصاحبه عنده في مفتاح سول، يعني لما نيجي نبص كده على المقطوع بصفه عامه، هو الراجل ماشي هنا المصاحبه بتاعته لاكامبارينو كله مفتاح سول، وهنا برضو مفتاح سول، لكن عند المنطقه دي بدا يحط مفتاح فا وبدا يشغل
مفتاح فا معانا. فمبدئيا احنا اي حاجة هتتلعب في مفتاح سول يفضل ان هي الالات الحادة. فنقدر نوزع الخطين دول، خط منهم نديه للترامبت، الخط اللي فوق ده نديه ترامبت، والخط اللي تحت ده نقدر نديه للفرنش هورن. معنى كده ان الترومبون والباس توبا مش هيشتغلوا في الاربع موازير دول. اوكي، تعالوا بقى نبدا نشتغل. دي نغمه دو، الراجل بيقول دو مي سول، طالع اربيج اهو دو ميجر. بما ان هو دو ميجر والترامبت بنرفع له تون، يبقى بدل ما نكتب دو مي سول في الترامبت هنكتب ريفالا. يبقى مبدئيا كده هنيجي هنا ونحط اللحن الاولاني هيقول ري، طبعا في علامه البلانش هيقول ري فا لا. ادي المزوره الاولانيه بتاعتي. يبقى انا كده قدرت اخلص الميلودي بتاع اول مزوره. حلو، نكمل اللحن. اللحن بعد ما قال اربيج دو مي سول راح نازل قال سي على نوار بوانتي سي دو ري دو. يبقى هنحط هنا بدل نغمة سي هتبقى نغمة دو، وهنعملها دو بوانتي. واللحن هنا كان بيقول سي دو ري دو سي دو ري دو، يبقى لما هاجي احولها هتبقى دو ري مي ري. يبقى هخليها هنا الدو ونخليها هنا ري مي كده اهو ري، وبعدين ساكتة كده. الفريز الاولاني ده اكتمل عندنا، نقدر نحط بقى المصاحبة بتاعته. طيب احنا قلنا الجزء الاولاني هتكون هيكون الباصات عندنا مش شغاله، يعني معنى كده ان الترومبون هيكون مش شغال والباص توبا مش شغال. فهنسكت الترومبون والباص توبا، يبقى اللحن من اوله هيبقى ترامبت، والمصاحبه هنديها للكورنو. يبقى المصاحبه دي هنديها للكورنو. طيب المصاحبه هنا بقول ايه؟ المصاحبه اربيجيه بتقول دو سول مي سول دو سول مي سول. بعد كده قال هنا ري سول فا سول دو سول مي سول. هناخد ده نديه للكورنو. بما ان هو بيقول دو يبقى انا هرفع فوق لنغمة سول اللي انا عايزه اسمعها دو، هكتبها سول. فاجي هنا بقى الدو سول دي هتبقى سول ري، ما هو اربيج دو مي سول ده يعادل عندنا في سلم سول ميجر اللي هو ايه سول سري. فهيبقى سول ري سي ري، ده اول مقطع اهو سول ري سي ري عشان انا اسمعها دو سول مي سول. ماشي، وهنكررها مرة تانية سول ري سي ري. ده شغل الكورنو في المزورة دي. طيب المزورة التانية قال ري سول فا سول ري، اللي خلي بالكوا دول كانت سول، يبقى الري هنا هتبقى ايه لا، علشان اسمع نغمة ري هرفعها ايه خمسة فوق، يبقى هسمعها لا. يبقى هنا المزورة التانية دي هتبقى لا لا ري دو ري لا ري دو ري لا ري دو ري. خلي بالكوا اهو اللي هي كانت بتقول ري سول فا سول هتبقى لا ري ها دو، الفا تبقى دو لا ري دو ري، وبعدين رجع عمل تاني دو سول مي سول اللي هي بالنسبه لنا هتبقى سول ري سي ري. هيرجع يقول هنا سول ري سي ري. ادي اول مزورتين، نحط بالمره الاكسبريشن بتاعهم. طبعا احنا الترقيم ده مش هنحطه عشان الترقيم ده خاص بالبيانو، لكن هناخد بس الاكسبريشنز لان الترقيم ده خاص بآلة البيانو، بالنسبه للترامبت هيبقى ليه صوابع بطريقه معينه. فاحنا هناخد الرباط اللي هو الرباط اللحن اللي هو عامله هنا، وهناخد الاكسنت اللي على الدو. طيب وفي نفس الوقت هنلاحظ ان في رباط لحني في المزوره في المصاحبه في المزوره الاولى، ورباط لحني على المزوره الثانيه. يبقى هنحط هنا برضو رباط لحني وهنا رباط لحني،
وهنلاحظ من ضمن الاكسبريشنز استراحات القوة والضعف اللي هنا ميتسو بيانو، فهنحط هنا ميتسو بيانو وهنا برضو ميتسو بيانو. اوكي طيب، ده فيما يخص المزورتين الاولانيين. هنيجي بقى نشوف اللحن في المزورتين التانيين بيقول ايه. اللحن هنا بيقول لا سول دو، خدت بالكم لا سول دو. تعالوا نترجم المقطع ده، لا في الترامبت هنا هنطلعه تون، يبقى نكتبها هنا ايه على طول سي، يبقى نكتب هنا ايه سي، ونحط بالمره الاكسبريشن بتاعها الاكسنت ده، يبقى هنكتب سي. طيب بعد كده هنا قال ايه سول دو، هنطلعه من غمتين، السول هتبقى لا، السول هتبقى لا، والدو هتبقى ري. كده احنا كتبنا الميلودي بتاع المزوره التالتة من السوناتا. اوكي نكمل اللحن بتاعنا بالمرة. اللحن بعد كده بيقول ايه، بيقول سول فا مي فا مي، سول فا مي فا مي، بام تم تا تا تم، بام تم تا تا تم، ماشي. سول فا مي فا مي، هنحط هنا السول نخليها تبقى لا عشان هنطلعها تون، هتبقى لا، وبعدين هو قال سول فامي يعني السلم نازل، سول فامي يبقى لا سول فا سول. اوكي يبقى لا سول فا سو، لا سول فا سو، بعد كده هنا المي هتبقى ايه فا. اوكي وهنحط بعد كده السكتة. طيب بالمره نحط الاكسبريشنز والاستراحات السرعه نحط الاكسبريشنز بتاعنا. عندنا اللا دي هو حط عليها اكسنت، والسول دي لما كانت هنا فا هو كان حاطط عليها تريل، فهنعمل هنا برضو التريل، التريل اختصاره تي ار عشان عارفين انه عامل تريمل. وهنا يعني الجزء ده النورين دول هو كان حاطط عليهم كريشندو، واخر ضلعين دول عامل عليهم ديمينويندو. اوكي ده فيما يخص اللحن الميلودي، وكل المجموعه دي مربوطه برباط لحني. طيب نيجي نشوف المصاحبه. المصاحبه هنا بتقول ايه بقى، الراجل بيقول هنا ايه دولفلا دولفلا، نخلي نعمل الجزئيه دي بعد كده، رجع قال دو سول مي سول زي اول حاجه. طيب دو لا فا لا هنطلعها خمسه، الدو هتبقى سول، ممتاز. طيب واللا هتبقى مي بقى سول مي. طيب والفا هتبقى دو، يبقى اللحن هنا المصاحبه هنا بقت سول دو سول مي دو مي سول مي دو مي. ادي اول جزئية. جزئية تانية بقت دو سول مي سول زي بداية اللحن، فالدو هتبقى سول، والسول هتبقى ري، ودي هتبقى سي ري. يعني المزورة دي في المصاحبة بقت سول مي دو مي سول ري سر ري. اوكي طيب المقطع التاني في المصاحبة او المزورة الاخيرة دي في المصاحبة بتقول سي سول ري سول. تعالوا ناخد الجزئية دي الاول ونقولها، سي هنطلعها خمسة هتبقى فا، يبقى هنا هيقول فا. طيب والسول هتطلع خمسة تبقى ري، يبقى الراجل هنا بيقول فاري. اوكي الراجل بيقول هنا فاري. طيب والري هتبقى لا، وفي الاخر سول تاني اللي هي هتبقى ري، فاصبح هنا بيقول فاري لا ري، يعني السي سول ري سول اصبحت فا ري لا ري، ممتاز. طيب نيجي بعد كده مش عارف احنا واصلين للتصوير ساعات احيانا ببعد عن الكاميرا فنخلي بالنا. طيب اخر جزئيه في المصاحبه عندنا بتقول دو سول مي سول، اللي هي عندنا هتبقى
سول ري سي ري. وبرضه هنحط هنا الرباط اللحني. وكده احنا يبقى قدرنا نوزع الجزء ده، الاربع موازير دول اديناهم لايه؟ ادينا الخط اللي فوق للترامبت والخط اللي تحت للفرنش هورن. وتعالوا بقى نستكمل بقيه اللحن في الجزئيه اللي تحت دي. طيب احنا علشان بس الموضوع يبان في الكاميرا، هننزل تحت. الراجل قافل هنا على مفتاح سول، هنا قافل هنا بنغمة فا، ده بالنسبة للمصاحبة. تعالوا نحط المصاحبة دي الأول فا، اللي هي تبقى ايه؟ دو. يعني هيبدأ هنا بالنسبة للمصاحبة هيحط هنا نغمة دو. طبعا انا مش حاطط مفاتيح تاني، يعني انا خلاص بقى خط دي، يعني عايزين نحط مفيش مشكله، يعني ممكن نحط مفاتيح والدليل تاني، بس احنا خلاص طالما احنا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، يعني ممكن نختصر مفاتيح بالخط ده وخلاص. لكن عايزين نحط مفيش مشكله ان احنا نحط المفاتيح تاني اهي. ده الترامبت اللي هو فا ودو، وده الهورن اللي احنا هيبقى بالنسبه لنا فا بس عشان سلم سول ميجور، ودول المفتاحين اللي عندنا بتاع الترومبون والباستوبا. طيب نرجع بقى تاني الجزئيه دي. هو هنا قافل على مفتاح سول بنغمه فا، هنديها للهورن، فالفا هتطلع هنا نغمه ايه؟ دو. فهنا قفل دو، حلو. طيب نلاحظ الاتي بقى، هو هنا قفل دو، وبعدين هيبدا بقى هنا يشتغل بمفتاح ايه؟ بمفتاح فا. هيبدا يشتغل هنا على مفتاح فا، فممكن هنا دور الكورنو يسكت ويبدا يشتغل هنا الباس توبا والترومبون في الدبل كورد. لو تلاحظوا الشغل هنا ايه؟ دبل كورد على طول كده، شايفين الشغل هنا كله دبل كورد. فممكن لغايه هنا دور الكورنو يقف، ونبدا نشتغل من هنا بالترومبون والباستوبا. وفوق هيكون الترامبت بيقول اللحن السلمي ده اهو، سلالم صاعده وهابطه. لا سي دو ري مي فا سول لا سول فا مي ري دو سي لا. هناخد التدرج السلمي الصاعد الهابط ده بالشكل بتاعه ونديه للترامبت. بما انه هو تسلسل من اللا للا سلم يعني، واحنا مغمضين كده على طول هنعمل سلم، بس بدل من الله للا هنعمله من ايه بقى؟ من السي للسي. فهناخد هنا نغمه سي، دو ري مي فا سول لا اهو، وهنا يبدا السي. طيب الشكل الايقاعي كان ايه؟ تات تي في اهو، تات تي في طفا تي في. هناخد الطفا تي في ده اهي، ادي اول شكل بتاعي اللي هو تطفي طفطفي. الشكلين التانيين طفطفي طفطفي تدرج سلمي هابط من الله لله، يعني هيبقى عندي من السي للسي. هيقول ايه؟ سي لا سول فا مي ري دو سي. ادي السلم اللي نازل، هاخد اربعه واربعه، كل واحده منهم طفطفي. ادي المزوره الاولى بتاعتنا في الجزئية الجديدة دي، حلو. طيب احنا قلنا ده بالنسبة للحنة. تعالوا بقى نروح للمصاحبة في الجزئية دي. الراجل هنا قال فا خلاص وبعدين سكت، فاحنا بالنسبة لنا الكورنو هيقول دو ويسكت ايه؟ تلاتة نوار، حلو ممتاز. نيجي بقى نروح هنا هنبدأ نشغل الترومبون والباستوبا. فيبقى بالنسبه للترومبول باستوبا هنحط لها في الاول ثلاث سكتات، مكان النوار دي هيبقى سكته، ونحط ثلاث سكتات ونشغل النوار الاخير. فيبدا هنا الترومبون والباستوبا هنسكتهم اهم، اول ثلاث سكتات هيسكتوهم ويبداوا يشتغلوا مع النوار الايه؟ الاخير. طيب تعالوا بقى نوزع النغمتين دول اللي هو الدوبل كورد ده للترومبون، سوري هنا هنوزع دول للترومبون والترومبون. هو الراجل هنا بيقول دو وبيقول تحت هنا فا، هندي الدو للترومبون، واحنا قلنا الترومبون ازرايت يعني اللي مكتوب هو المسموع، فهندي هنا الدو للترومبون، وهندي هنا للباستوبا نغمه فا. فاصبح من هنا بدا
الباس توبا تشتغل والترومبون وقف عندنا الكورنو. طيب نستكمل اللحن. اللحن هنا بيقول خلي بالكم ان الالحان دي كمان ممكن يحصل فيها تناول، يعني ممكن السلم يوم مستلم السلم التاني ده مثلا الكورنو، يعني انا ممكن هنا ده كله يقوله الترامبت، وممكن اعمل تنويع انه يبقى في محاكاة ما بين الترامبت والكورنو، يعني انا ممكن ادي هنا الجزئيه بتاعت لا سي دو ري مي فا سول لا سول فا مي ري دو سي لا، يوم داخل هنا الكورن قايل سول لا سي دو ري مي فا سول فا مي ري دو سي لا سول، يوم داخل راجع تاني ترامبت، يعني ممكن نعملها حوار. تيجوا نعملها كده؟ انا والله يعني شايف لو اتعملت كده هتبقى لطيفه، يعني احنا ادينا هنا الجزئيه دي للترامبت، انا ممكن ادي المزوره دي للكورنو، يعني اخلي الكورن هو اللي يقول الميلودي اللي في الحته دي. اذا هنا انا ممكن اسكت الترامبت وهدي الميلودي هنا للكورنو. طيب الكورنو هنا بيقول ايه؟ اللي هيقول سول لا سي دو ري مي فا سول، خدتوا بالكم ده سالب، سول لا سي دو ري مي فا سول فا مي ري دو سي لا سول، اذا سلم صاعد ونازل من سول لسول على طول كده، واحنا مغمضين هنضرب ده خمسه فوق سول، يبقى هبدا من ري. يبقى انا مبدئيا كده ابقى عامل حسابي ان انا هبدا هنا من الري، اهي ري، واقوم عامل ري مي فا لتطفي، اهي ري مي فا، سوري ري مي فا، بعدين سولا سي دو، ري مي فا سولا سي دو، ويقوم بقى نازل ري مي فا سولا سي دو ري دو ري دو سي لا اهو ري دو سي لا سول فا مي ري. الكورنو هو اللي اخد البطوله او اللحن في الجزئيه دي. طيب نيجي بقى هنا تاني نحط المصاحبه. لو تلاحظوا في المزوره دي برضو الترومبون هيفضل دو دو، لكن هنا الباستو هتقول مي مي، يعني هنقول هنا بالنسبه للترومبون هيقول دو ويسكت نوار، والثانيه ويجي على نوار الرابع يقول دو تاني كمان مره، اهو هنا الباستو هتقول مي وهيسكت نوار، والثاني ويجي في الاخر يقول مي. طيب نلاحظ استراحات الاكسبريشن بتاعنا دول كانوا بيقولوا استكتوا، اذا انا الـ 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 العلامات دي كلها علامات استكتوا، يعني العزف هنا متقطع اهو، يعني الباس توبا والترومبون هيقول باب باب كده، هيقول شغل متقطع. طيب نيجي نشوف الاكسبريشن في الـ الجمله دي، هو عامل قوس اتصال كبير جدا على السلالم دي، مفيش مانع ان احنا نوصلها ببعضها، لكن يعني يبقى بالنسبه للترامبت هو قايل كده، وبالنسبه للكورنو قايل كده، او بالنسبه للفرنش هورن قايل كده. هنلاحظ حاجه تانية كمان هنا، ان الشغل هنا بيانو وبيعمل كريشندو، نص المزوره كريشندو والنص التاني دمينويندو، كريشندو دمينويندو. اذا هنحط الاصطلاحات هنا، ده بيانو اهو، ويبدا هنا كريشندو وينزل دمينويندو، حلو. برضو هنا الكورنو بالنسبه لنا هنحط له بيانو، وهيقول هنا كريشندو وينزل هنا دمينويندو. ادي اول مزورتين تاني، اللي يعتبر المزوره رقم 5 والمزوره رقم 6 من سوناتا بتاعت موزارت دو ميجور. نكمل، ممكن هسطر بقى ورقه تانية، احنا كده خدنا الاربعه الاولانيين دول وخدنا المزورتين دول، هسطر ورقه تانية ناخد فيها الاربع موازير دول. اوكي.